لقاء للصداقة والأخوة الجزائرية الإفريقية جمع عديد الفاعلين في المجتمع المدني الجزائري والإفريقي بمنتدى المجاهد بالعاصمة قبل يومين من انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط. من أجل مشاركة المجتمع المدني في كشريك أساسي في مصير وقرارات اللي تخص بالشعوب الإفريقية، واليوم جينا بصوت واحد نأكد على الأخوة وعلى التضامن وعلى التآزر وعلى بناء أفريقيا اللي يبغيوها الإفريقيين. اللقاء تناول مختلف القضايا والرهانات التي تواجه أبناء القارة السمراء وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية. Cette rencontre nous a permis bien sûr de toucher des solutions envisageables. هذا اللقاء سمح لنا بالتماس حلول ممكنة تسمح بمعالجة قضية الهجرة غير شرعية كما يجب، وليس بفرض حلول على إفريقيا. وهنا الجزائر تلعب دورا مهما كبلد محوري في إفريقيا لتسيير هذه القضية مع الدول المصدرة للمهاجرين مثل نيجيريا، مالي، كوت ديفوار وبوركينا فاسو. أعضاء تجمع المواطنين الأفارقة المقيمين بفرنسا أصدقاء الجزائر، وخلال تدخلهم أشادوا بدور الجزائر وحسن استقبالها للمهاجرين الأفارقة. الجزائر أنفقت 9 ملايين أورو وتسمح بتمدرس الأطفال الأفارقة، وهذه المسألة يجب الاعتراف بها والتحدث عنها. الجزائر لم تترك الأفارقة، بل بالعكس تعاني من أجلهم لتوفير حياة كريمة لهم. هذه المساعدات تفرض الاحترام والتقدير، ولكن الجزائر ومن خلال التعاون الاقتصادي تستطيع مساعدة البلدان الأصلية للمهاجرين الأفارقة لإيجاد ظروف معيشية لائقة لهؤلاء الأشخاص. هذا وسيعمل تجمع المواطنين الأفارقة على إرساء جسور التواصل بين أفراد الجالية الإفريقية في الخارج والقارة الأم.